مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، مساء الخير على كل بيت بيتفرج علينا. حلقة جديدة من البيت الكبير. عايز أقول 18 مباراة، 17 فوز وتعادل وحيد. النادي الأهلي النهاردة بنقول له ألف مبروك، النقطة 52 بعد فوزه على MB 2-0. ألف مبروك للأهلوية، وإن شاء الله في تقدم، وإن شاء الله بإذن الله البطولات النادي الأهلي تتوالى سريعا. وبرحب بيك يا سهام. وشنا حلو الحمد لله بعد التطوير والبيت الكبير في أول حلقة وأول ماتش بعد التطوير. بنرحب بحضراتكم وألف ألف مبروك للقلعة الحمراء. احنا طبعا كنا اجازه يومين، النهارده معاكم قلنا لازم نحتفل باليوم المهم ده والمميز، يوم فرح على كل الجماهير الاهلاويه اللي كان نفسها تشوف المارد الاحمر. والحمد لله رجعت مباريات الاهلي من جديد بعد فتره التوقف. نقول ايه؟ ماتش الباكات، ها ماتش القادمون، القادمين مضاف اليه، ها ماتش القادمون من الخلف، القادمون من الخلف. الف الف مبروك، الف مبروك لمعلول ومحمد هاني، الف مبروك على كل لاعبتنا الرجاله اللي النهارده يعني لعبوا ماتش كده انا بعتبره تسخين للي جاي ان شاء بداية الله. بدايه طيبه، بداية طبعا موفقة. بدايه طيبه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. وكمان نقول مبروك للفريق، ونقول كمان مبروك للفائزين معانا يعني على قناه النادي الاهلي وعلى صفحتنا على قناة النادي الأهلي. كان قلنا في توقعات، وخمس توقعات هم اللي هيكونوا فايزين معنا، يعني وصل عدد التوقعات لحوالي أكتر من 100,000 توقع. فاز منهم خمسة إن شاء الله بإذن الله، دول يستلموا جوائزهم إن شاء الله بكرة، وهنعلن عن الفائزين إن شاء الله بكرة في قناة النادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي، ومبروك للبيت الكبير كمان، هيشرفونا في البيت الكبير يعني، حتى الناس اللي هتفوز هيكونوا موجودين ان شاء الله معانا سهام، وهنعلن على اسمائهم بكره ان شاء الله معانا هنا في البيت الله. الكبير باذن الله. 100,000 مشاركه على صفحتنا الرئيسيه، فاز منهم خمسه، هنعلن عن الخمسه زي ما كابتن هاني قال بكره ان شاء الله في البيت الكبير من 10. النهارده استثنى يعني علشان كان عندنا استوديو تحليلي مهم جدا مع كابتن ايمن شوقي والكباتن كلها اللي نورونا النهارده، فالنهارده بدايه استثنائيه